كنا أصغر كل ما كان نسبة إن الجلسة تبقى أسرع معايا، نتيجة الجلسة أسرع. اوكي، كل ما السن كبر برضو في نتيجة كويسة، بس هنطول في الجلسات. اوكي، نرجع تاني للصور قبل وبعد. انا شفت الصور اهو، الصورة الاولانية اللي هي لون البشرة اتغير. عايزين نشوف بقى بعد كده ده ايه بقى. ده كان عنده، لا ده عملنا تنظيف الاول، وبعد كده عملنا ديرما بين، وبعد كده عملنا بيلينج في نفس اليوم. ثلاثة في نفس اليوم. الحتة دي بنتسائل عليها كتير، حكاية نفس اليوم، ايه اللي ممكن يتعمل في نفس اليوم، وايه اللي محتاج لأ بشرتك تريح وتجيلي بعدها بكذا يوم اعمل لك السيشن التانية؟ لو عملنا تنظيف عميق، ده كان جاي وشه كله فيه حبوب ودهون، يعني دهون خرافية تحت الجلد كتير بطريقة رهيبة. فكان لازم نعمل اللي احنا نشيل الدهون كلها من تحت الجلد، ونشيل البثور السوداء والبيضاء، وبعد كده نعمل ديرما بين. اوكي، بتشيل البثور بقى ازاي؟ بسكن سكرابر او بالفاكيوم. بس انا بحب سكن سكرابر اكتر. اكتر بتحس ان هو بيشيل، هو مؤلمه ليه اكتر، بس لا بالنسبه لي بتشيل اكتر. مؤلمه ليه؟ مؤلمه شويه. هل بتعمل بقى مخدر موضعي او حاجه او كريم؟ ديرما بين بحط مخدر موضعي، يعني في الديرما بين كنت في فيديو تقريبا بيضحكوا بيهزروا معايا. يعني في ال، طب فرجونا كده الفيديو لو جاهز. برضو الرجاله بيصوتوا ويصرخوا في العيادات زي البنات. البنات بتستحمل دلوقتي، الرجاله ما بتستحملش. اهو كله بيضحك في الديرما بين. ده ايه؟ لا دي جلسات تنظيف، انما الدم ده كان ديرما بين. الدم ده ده ديرما بلانينج بنقشر بيها البشره. الجلسه تاخد وقت قد ايه؟ ساعه الا ربع. الديرما بين ما بيكملش نص ساعه بالبنج. بيتعمل بقى في كل الاجزاء الوش؟ الوش كله بالكامل. الوش كله ولازم ما عدا تحت العينين ولا تحت العين ليها ستيم، يعني ليها الم معين. لا هو نفس الالم بس ليها سن معين. سنون يعني حد سن يعني بنطلع السن بطريقه معينه، مش بنزود السن زي بقيه البشره. اوكي. بس الرجاله بتهتم ببشره وشها بس ولا الجسم ده؟ هول بودي. هول بودي. هول بودي. بقوا يعني كريمات، كل حاجه. كل حاجه. يعني ده مؤخرا ولا مؤخرا؟ مؤخرا زاد قوي. مؤخرا زاد. الرجاله بقت اكتر، يعني المكالمات كلها بتجيلي او المسجات كلها بتجيلي ظهري فيه حبوب. كلها بقت كده يعني. يعني الاول ما كانش حد بيهتم بحبوب الظهر او تصبغات الظهر. صح. لا دلوقتي بقوا مهتمين قوي بسبب الجيم والمصايف وكده، فكله بقى مهتم. عايزين نستغل دكتور حسن أشرف النهارده استغلال فظيع بالوصفات الطبيعيه، وانت بتحب الوصفات الطبيعيه. بحبها جدا ومجهز وصفتين جامدين. يلا بينا. اهم وصفه للنضاره وتهدئه البشره، زبادي معلقه، معلقه عسل، ونص خياره. نبشرها ونطلع يعني نصفيها كويس ونقلبهم كلهم مع بعض. اوكي. دي اول حاجه نحطها على البشره كماسك. ما تعديش النص ساعه على الوش. مفيش ماسك يعدي نص ساعه، اي نوع ماسك نقوله طبيعي مش طبيعي نص ساعه. دي اول. ده لو بشرته يعني ده نضاره، بيخلي البشره تتنفس، بيخلي البشره حيويه اكتر. اوكي، لكن افرض مثلا هو بشرته دهنيه عادي؟ عادي. لا عادي. اوكي. عشان في ناس بتخاف من الالبان، يعني من منتجات الالبان على الوش يعمل بريك اوت. لا 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 عادي. اوت بريك، سوري. اوت بريك للحبوب. لا لا عادي. عادي. ويجيب الخياره برضو يعملها عصير ويحطها في الفريزر ويمسحها بوشه. مكعبات نحطها مكان مكعبات التلج؟ بس يعملها عصير، يعني عصير وتبقى زي التلج ويمسح بيها وشه. للستات كمان؟ للستات والرجاله كلها. طيب تاني وصفه. هي وصفه مغربيه شويه، ما كانش عندي علم بيها، بنوته مغربيه قالت لي عليها، ما شاء الله بشرتها تجنن. اوكي. بتجيب بطاطسايه. ها. وتبشرها كويس جدا. وتضيفها مع شويه لبن. اوكي. نص كوبايه. وتقلبها على نار هاديه، اهدى ميكرويف ممكن، تقلب وتحطها في الميكرويف لحد ما الخليط كله يبقى واحد. هنجيب اي صابونه طبيه ونبشر معلقتين منها ونضيفهم على بعض كلهم. نص ليمونه ونقلبها ونسيبها على البشر برضه، كل ده يتقلب على النار هاديه. على نار هاديه قوي. هنسيبها على البشر لمده نص ساعه. ها. بعد كده نغسل وشنا، تتكرر كل يوم لمده شهر هتشوفي النتيجه. تاني. راجل وست. لا تاني. بصلايه؟ لا بطاطسايه. بطاطسايه عفوا معلش كنت هوديكوا في داهيه. بطاطسايه مبشوره. مبشوره. مش مضروبه في البلندر. لا لا مبشوره كويس قوي. اوكي مبشوره كويس قوي. معاها هنحط عليها لبن. لبن.
أوكي. يختلطوا ببعض كده يبقوا زي كريم كده خفيف. أوكي. هنزود عليهم نص او معلقتين صابونه طبيه. اللي هي صابون جليسرين مثلا، جليسرين، اي نوع صابونه طبيه بيحبوا يستخدموها. أوكي. تفتيح، صابونه تفتيح بس طبيه. اوكي. هيتضافوا كله مع بعضه وهيتقلبوا على نار هاديه. نص ليمون، نص عصره كده. أوكي. ويتقلبوا كلهم مع بعض، يتحطوا على الوش لمده نص ساعه كل نص يوم ساعة. لمده شهر. الصبح ولا بالليل؟ لا يعني مش الصبح. أيوة. ومش بالليل، لا بلاش اول ما تصحي، اول ما تصحي من النوم ده نغسل وشنا ونرطب وخلاص. ونرطب نخليك نص اليوم الطف. نص اليوم دي وصفه رائعه، انا هجربها بقى. وده مناسب لكل انواع كل البشره؟ انواع البشرات، كل انواع البشره. دي بتفتح البشره وبترطب البشره وبتشد التجاعيد. هل الرجاله كمان او العرسان كمان بيقلقوا من التجاعيد؟ جدا. ويقول لك يا دكتور انا عايز، انا بقلق. انت بتقلق عشان انت متخصص من انا خايف ده.